يعني حصل شيء صادم حقيقة الأمر، لم يكن له داعي. يعني أنا أذكر خرجت من بيتي 14 تموز بعد ما سمعنا. أنت تقريبا كان عمرك في وقتها؟ بال 58 تقريبا قاعد أتكلم. يعني 18 سنة أعتقد 18. فكنت واعي للأحداث ومدرك تماما. كلمني عن الأجواء شلون كانت يعني؟ يعني أجواء صادمة حقيقة الأمر، يعني لأول مرة إحنا نعيشين في سلام في الملكية، سلام كامل. يعني لم تكن هناك مشاكل كبرى نواجهها في الحياة. لأول مرة أنا أشوف شخص متوفي جسد بالشارع محروق وقضيب حديد داخل في رأسه. صدمت. هذه أنت شفتها بنفسك؟ نعم طبعا. شنو هذا؟ قالوا يعني العائلة المالكة. بعدين طلع رجل من موظف السلك الدبلوماسي الأردني، من الأردن، السفارة الأردنية، جاب الراب خاتون. مباشرة خرجت من بيتي يعني الشارع العام، موجودة جثة وناس ملتمين عليها وده يشوفون ناس متر. بعدين طبعا اسمع الأخبار أنه أنت بيتكم إيش كثر كان يبعد عن مقر أو مكان مجزرة الرحاب اللي صارت؟ لا بعيدة. إحنا يعني جاب الجثة هذه الجنوب، إحنا شمال بغداد. بس جاب شنو اللي جاب الجثة هذه؟ ما أعرف أنا شفتها بالأمامي بنفس اليوم. نفس اليوم طبعا طلعت إحنا بسبب يمكن 10 الصبح إلى آخره، وجدت هذه الجثة موجودة. استغربت يعني استغربت في وقتها، فقال هذه من العائلة، طلعوا من العائلة المالكة. المهم ركبت سيارة تاكسي، وصلت الباب المعظم، ومن باب المعظم أخذت الطريق أمشي إلى منطقة يسموها حافظ القاضي. كنت لحالك ولا أحد معك كان؟ لا وحدي. عقد يسموه عقد النصارى في نهاية شارع الرشيد قرب ساحة القاضي. هذه أول ساحة من باب المعظم إلى ساحة القاضي. وجدت جثة معلقة مقطعة الأوصال، والناس تأخذ منها. زين؟ تأخذ شنو منها؟ تأخذ جزء من شلون كأنما عندك ذبيحة، يعني شلون القصاب يأخذ ذبيحة. هذه جثة شخص. من هو هذا؟ الأمير عبد الله خال ملك فيصل. أيضا بنفس شفت أنا عيني شفت. طبعا الناس كانوا مبسوطين ومظاهر فرح طبعا الناس في هياج هم رجع، يعني ما شايف في حياتي أنا يعني هذا